يعني الارهاب مدمر لنا بالنسبه لنا كيمنيين. نحن يعتضي بالقاعده قتل من ابناء الشعب اليمني ومن ابناء القوات المسلحه والامن واعتدى على السواح. يجب ان نعترف بان لدينا مشكله ان يعني يلقي السلاح ويسلك السلوك الحسن والسلوك الاسلامي الصحيح، او يجب ان الحكومه ان تقوم بواجبها. انا اقول مثل ما دعا العلماء اصدروا بيان وفتوى لانه اذا غزت اليمن امريكا فيجب على الجميع ان يجاهدوا، ايضا عليهم ان يدينوا الارهاب وان يدينوا يعني من يدرب بكسر الابرياء وكسر الاطفال والنساء الذي ليس لهم دار. علينا ان لا نترك هؤلاء يشوهوا تاريخنا ويشوهوا اسلامنا. هناك هذه القاعده ترتكب يعني جرائم في حق شعبنا، ويجب على الدوله ان تقوم بدورها. أشكرك من صنعاء النائب عن حزب المؤتمر عبد العزيز جباري، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. أعود إليك سيد المنصور، يعني البعض يقول بأن اليمن بات يحتل المكانة الثالثة في الترتيب الزمني لحروب الولايات المتحدة الأمريكية. هو لا شك أنها تحتل المرتبة الثالثة، على الرغم أنها كانت تحتل المرتبة الأولى في قلب أمريكا. هي كانت تريد دخول اليمن قبل العراق، ولكن الظروف غيرت هذا المسار. وأذكر أن أحد مرشحي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الذي أخوه قتل في أحداث المدمرة كول قال أمريكا أخطأت عندما دخلت العراق، كان المفروض أن تدخل اليمن. اليمن هي المستهدفة، لكن نعلم الأمريكان أنها عصية ومحمية. أنا أتكلم من معتقد إسلامي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ونفس الرحمن رجال الله ومدده. نحن ممكن نكون نحن فقراء، نعم، والفقر هو الذي أنشأ الإرهاب. الفقر والإفقار أكبر عامل رئيسي لنشوء الإرهاب، لكننا لن نتخلى عن عقيدتنا وعن ثقافتنا ولا قيمنا ولا مبادئنا. أمريكا ينبغي أن تفهم تماما أن لدينا دولة ولدينا جيش ولدينا أمن، ونحن السياسة اليمنية نفسها ينبغي أن تراجع نفسها. هناك إن كانوا هؤلاء خارجين عن القانون والنظام والدستور كما قلنا، هناك قوات أمن وهناك محاكمات، وأتمنى ألا تنزلق السلطة اليمنية وراء المطالب الأمريكية. هذه نصيحة لها، نعم، لأنها إن انزلقت فلتصدق هذه السلطة، قد تكون قد تورطت ورطة كبرى قد يكون نهايتها الانهيار. طيب سيد الصيادي، المطلوب أن لا تنزلق الحكومة اليمنية طبعا وراء المطالب الأمريكية أو التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار الحرب على الإرهاب، وقلت منذ قليل المطلوب اليوم من الرئيس أن يعني يجلس على طاولة مع جميع القوى السياسية في اليمن، ولكن هل ما زال بإمكان الرئيس علي عبد الله صالح الجلوس على هذه الطاولة مع كافة القوى السياسية اليمنية؟ طبعا أنا أستغرب لهذا السؤال، بالرغم أن الجميع العالم يعرف أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية هو من وجه الدعوة لكل القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار وتحت قبة مجلس الشورى، ودعا كل القوى الوطنية دون استثناء. وهذا ينبع عن حكمة تميز بها فخامة الأخ الرئيس، الذي تميز بهذه الحكمة ومن خلالها استطاع أن يدير بحكمة واقتدار هذا الوطن خلال 3 عقود من الزمن. لذلك ففخامة الأخ الرئيس لم يكن يوم من الأيام إلا حواريا، وقد أثبتت المراحل الماضية أنه قد تحاور مع كل القوى السياسية، ومتى ما احتاج الوطن إلى هذا الحوار فهو يدعو إليه دائما، وكان آخرها هذه الدعوة التي وجهها لجميع القوى السياسية للحوار. اسمح لي بما تبقى من الوقت سيد المنصور باختصار، يعني كيف تنظرون إلى مؤتمر لندن الذي يدعو بكل صراحة إلى تدويل اليمن؟ بريطانيا هي دولة استعمارية، ولن تكون إلا نسخة أخرى من النظام الدولي الجديد، طالما الصهاينة
هم الذين يديرون هذه المؤتمرات، ومؤتمر لندن الدولي لن يوجد أي حل لليمن ولا يتمنى لنا الخير. الخير فينا أن نتحد فيما بيننا، أن نبعد هذه الاختلافات، ألا ندخل في حساسية صراع سني شيعي. هذا الآن الذي يريدونه في اليمن أن يكون، المخطط الصهيوني يريدنا أن ندخل في صراع شيعي سني. وأنا أقول كما قال الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي مجدد الإسلام في تركيا، يقول: يا أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة، ويا أيها الشيعة الذين اتخذتم من محبة آل البيت مسلكا لكم، ارفعوا فورا هذا النزاع الذي بينكم، فإنه لا حقيقة فيه ومضر في نفس الوقت. والعدو الخارجي والزندقة الحاكمة تستخدم أحدكما لإفناء الآخر ثم تفنيه، فبينكم مئات من الروابط المقدسة، فإن نعم. ربكم واحد ودينكم واحد وكتابكم واحد ورسولكم واحد وقبلتكم واحدة نعم. وهكذا واحد واحد حتى المليون نعم. أنا أعتبر الوداد هو طريق الجهاد، الوداد فيما بيننا نحن كمواطنين كمسلمين كيمنيين كعرب، الوداد فيما بيننا هو طريق الجهاد على أعدائنا. ونتمنى أن يعي الكل هذا المخطط الصهيوني الأمريكي، ونتمنى على من المملكة العربية السعودية ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية، فقد أصبحت جارة جائرة مزعجة تنفذ كل أجندة المشروع الصهيوني الأمريكي. أشكرك من بيروت جزيل الشكر شيخ قبيلة القريش تعز فضيلة الشيخ نجيب محفوظ المنصوري، وأيضا أشكر من بيروت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي، ومن صنعاء أشكر النائب عن حزب المؤتمر عبد العزيز جباري. كان من المفترض مشاهدينا ينضم إلينا من اليمن أيضا فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، ولكن تعذر الاتصال به. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.